المصري على كل الخطوط، في كل الخطوط، سواء من البدايه من خط الهجوم لخط الوسط للاخطاء الدفاعيه الكبيره جدا جدا الحقيقه لخط دفاعنا النهارده. يمكن الشناوي لا يسال عن اي هدف من الثلاثه، اخطاء دفاعيه قاتله الحقيقه، عدم تمركز، عدم رقابه لصيقه داخل منطقه الجزاء، يمكن هدف عن طريق الخطا من احمد فتحي في اول دقيقه، يمكن قبل ما تخلص الدقيقه الاولى في المباراه النهارده، كان تلقى مرمانة هدف وتلقى الشناوي هدف فتح المباراه على مصراعيها للمنتخب الروسي. الحقيقه الخبرات